فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليوم في الجناح الملكي الخاص بالمستشفى العسكري في العاصمة السعودية الرياض، مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي جون بريان، حيث نقل المسؤول الأمريكي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية رسالة من فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تضمنت سعادته لتحسن صحة رئيس الجمهورية المستمرة وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، ومدينا في الوقت ذاته ذلك الحادث الإرهابي والإجرامي البشع والجبان الذي استهدف رئيس الجمهورية وعددا من كبار مسؤولي الدولة أثناء تأديتهم صلاة الجمعة بجامع دار الرئاسة الشهر الماضي، مضيفا أن ذلك الحادث الإجرامي لم يكن موجها ضد الرئيس فحسب وإنما ضد الأمة والشعب اليمني، وأن من يقف وراء ذلك الحادث يجب أن يحاسبوا ويقدموا للعدالة. وأكد الرئيس أوباما وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن واستعداده لمساعدة اليمن في المجالات الاقتصادية والتنموية وكذا جهود اليمن في مكافحة الإرهاب، متمنيا لبلادنا تجاوز الأزمة الراهنة وبما يحافظ على وحدته وأمنه واستقراره. من جانبه حمل فخامة رئيس الجمهورية مساعد الرئيس الأمريكي نقل رسالة إلى الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وشكره على مشاعره الطيبة والصادقة وعلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لوحدة وأمن واستقرار اليمن، مؤكدا بأن اليمن بحاجة إلى الدعم والمساندة في الجانب الاقتصادي والتنموي وذلك للحد من الفقر والبطالة التي تمثل بيئة خصبة لتفشي ظاهر الإرهاب، ودعا فخامة رئيس الجمهورية إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية دون العمل الانفرادي وذلك لمكافحة الإرهاب أينما وجد سواء في منطقة الشرق الأوسط أو القرن الأفريقي أو أفغانستان أو باكستان أو أي مكان آخر، موضحا بأن اليمن قد قطع شوطا كبيرا في مواجهة الإرهاب وأن ذلك توجها لا رجعة عنه في كل الأوقات والظروف، كون الإرهاب يشكل آفة خطيرة على أمننا واقتصادنا الوطني. وأشاد فخامة الرئيس بالجهود التي يبذلها الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في معالجة الأزمة السياسية في اليمن، مشيرا إلى أن التبادل السلمي للسلطة يجب أن يكون في إطار الديمقراطية وضمن قواعد الدستور، وأن المبادرة الخليجية وبيان الأمم المتحدة يمثلان أرضية لل الخروج من الأزمة الراهنة وعبر حوار وطني يشمل كافة القوى السياسية بما تضمن تغليب المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على وحدة الوطن اليمني وأمنه واستقراره. حضر اللقاء وكيل جهاز الأمن القومي جلال أرويشان.